وإذا وجدت الموسيقى في البيوت المعازف خرجت الملائكة ودخلت الشياطين تستحل البيت أنه تدخله حتى من غير أبوابه. ليش؟ لوجود المعازف، وجود الأغاني. وبلوا الناس الآن بهالأجهزة اللي فيها ألعاب بيد الأطفال ما تسكت أبدا من الموسيقى والمعازف، غير الأفكار وغير المظاهر اللي نسأل الله العافية تجر الفتن والشر. ويطلعون الأطفال على قسوة القلوب لأنهم ما يسمعون من يوم استيقظوا، من حين استيقظوا إلى أن ناموا إلا المعازف بس، ما في غير. ليش؟ تلهيهم، تلهيهم عن أمهاتهم وعن كذا وعن أهل الدروس والمذاكرة. طيب يلتهون بالمعازف، بئس ما اخترتم لأولادكم، بئس ما نشأتموهم وهم براعم الآن. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. تنشؤونهم على المعازف حجة التلهية والتسلية، هذه نقيصة وهذا باب شر. عودوهم على سماع القرآن، على الأنس بالقرآن العظيم، هذا أمر لا بد من التفطن له والعناية به. يعني السارق قد يدخل البيت بالسنة مرة، بعشر سنين مرة، بكذا، لكن السارق الآن سارق القلوب وسارق الدين يدخل البيت ولا يطلع طول الوقت في البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصائب، ولا سيما في خصوص الأطفال ينشؤون على إلف المعازف والموسيقى حتى يحاكون المغنين في حركاتهم وفي تمايلهم وفي كلامهم وفي ميوعتهم وفي مظاهرهم الفاجرة الخسيسة، ويترك الطفل على هالطريقة ذي وأنتم في غفلة عنه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ينبغي التنبه لهذا، هذا أمر خطير وكبير. هالأجهزة تراها أبواب خطيرة إن استخدمت في الخير ما لها نهاية في البركة والنفع، وإن استخدمت في ضد الخير ما لها نهاية في الشر والفتن والفساد والإفساد داخل البيوت. تسمحون للناس شرار الخلق يدخلون بيوتكم الآن وعادي عندكم؟ إن الله وإن إليه راجعون. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن، ولا سيما الإلف والعادة والمجاراة للناس. والله عادي كل الناس كذا، طيب ينفعك كل الناس كذا؟ فالأمر خطير.